الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، عندنا سنن النسائي، ما زلنا مع مسألة. عندنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي ثم صلي. فاغتسلي، هنا الشاهد من الحديث قال لها فاغتسلي ثم صلي، ليست بحيض. طبعا فاغتسلي هذا لابد له من تقدير، لأنها لا تغتسل على استحاضة، لا تغتسل على نزول الدم، استحاضة. الغسل ما يكون إلا إيش؟ إلا في هذا. فاغتسلي ثم صلي، لابد من تقدير لفهم هذا الحديث. يعني فاغتسلي إن أدبرت الحيضة، فاغتسلي إن أدبرت الحيضة، هذا ليس بحيض. الاغتسال يوجبه الحيض، طبعا موجب الغسل إما نزول الدم أو انقطاع الدم، والصحيح أن موجب الغسل وانقطاع الدم وظهور القصة البيضاء، انقطاع الدم وظهور القصة البيضاء. الحديث الأخير في هذا الباب وليس بأخير أيضا، وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري وبين مسلم. في قول استحيضت أم حبيبة بنت جحش، الصحيح أنها أم حبيب بلهاء واسمها حبيبة، قال الدرقني قول الحربي صحيح، وكان من أعلم الناس في هذا الشأن. نعم، فالمستحاضة أيضا كانوا يقولون أم حبيب وأختها حمنة بنت جحش. قال عبد البر صحيح أنهما كانت مستحاضتان. هذه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست بالحيضة، على أنها كما قلنا أنها عرق، والدم هنا دم فساد وليس دم فساد وعلة، وليس دم صحة، ليس على إلقاء الرحم للحيض. ولذلك قال سندي إن هذه ليست بالحيضة، إنها ليست بالحيضة. نعم، وهذا أيضا إثبات لوجود الاستحاضة كما سنبين في هذا الباب. والحديث الثاني الذي استفتت هنا أم حبيبة بنت جحش، امرأة عبد الرحمن عوف، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عن جميع، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي. هنا التقدير الذي قلناه عندما قال هذا عرق اغتسلي، هذا عرق اغتسلي، معناها بالتقدير إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أن حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنع من ذلك. الدلالة واضحة جدا كما قلنا بأن معاملة المستحاضة كمعاملة الحيض. وهذا حديث أيضا في الصحيحين، وفي رواية أنها كانت تغتسل كل صلاة اجتهادا منها. وهناك رواية قد قالها بعض العلماء، يعني أن حسن بعض العلماء أنها كانت تغتسل بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر أمر استحباب وليس أمر وجوب. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن أم حبيبة ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة. قال لها: أنعت لك الكرسوف؟ قالت: إنني أعج عجا أو أسد ثجا. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا عرق وليست حيضة، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وفي رواية قال: فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني اغتسلي واغسلي عنك الدم فصلي. ففيها دلالة أن غسل المحل ثم بعد ذلك الاغتسال. الأصل لابد أن نقول في هذا الباب أنه لا يمكن أن نخلط بين المستحاضة وبين الحيض. الحائض هي التي ينزل عليها دم الحيض كما قلنا، والمستحاضة شرحنا أمس وأيضا نعيد اليوم أنه مراتب ثلاثة. المستحاضة هي المرأة التي نزل دمها واستمر معها فعبر أكثر الصوم، أكثر الحيض، عبر أكثر الحيض، كما قلنا أن الراجح في أكثر الحيض 15 يوما، خلاف الأحناف، خلاف الظاهرية الذين يقولون 17 يوما وغير ذلك، كما بينا بالأدلة قبل ذلك. فإذا عبر 15 يوما قلنا هذه مستحاضة ليست حائضة، لأنه لا يمكن أن الراجل على يكتب عليها أن تكون في أغلب أحوالها لا تصلي، والعباد خلقوا من أجل توحيد الإلهية، وأعظم ألوان يعني تطبيق توحيد الإلهية هي الصلاة.
فهي إما مبتدئة وإما معتادة وإما إيش وإما أن تكون مميزة. المبتدئة هي التي هجم عليها الدم وهي لا تعلم لها عادة واستمر معها فتتعجب، فقلنا هذه تذهب إلى أقرانها أترابها فنقول كيف أمك كيف أختك كيف بنتك كيف بنت عمتك بنت خالتك أو دويرة أهلك، فتكون تتحيض يعني مثلهن. إن كانت الحيض السائد في بيوتاتهم 5 أيام فهي 5 أيام، وإلا فنقول تتحيض في علم الله على الغالب من النساء 6 أيام أو 7 أيام، هذا حلها. أما إذا كانت معتادة واستمر معها الدم فقلنا لا، نقول لها عبر 15 يوما؟ قالت نعم عبر وهو يسود شجا، فنقول لها الآن أنت معتادة 7 أيام في كل شهر، عند أول يوم العادة تأتيك فأنت في 7 أشهر في 7 تتوقف عن الصلاة ويتوقف عنك زوجك حتى تمر 7 أيام، فتغسل محله تغتسلي ثم تصلي حتى مع نزول الدماء ويأتيك زوجك يأتيك زوجك في هذا الدم. هذه المعتادة. والثالثة المميزة التي يأتيها الدم هي مميزة فقيها تعرف تفرق من دم الحيض وغيره، وأيضا يأتيها الدم على التمييز ليس على وتيرة واحدة، يأتي هجوما أولا أسود له رائحة معينة معروفة معروف كما قال سلم دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف عند الخبرة ويعرف يعني له رائحة. إذا مر وجاء الأحمر البحراني قلنا هذا هو الاستحاضة، اغسلي المحل واغتسلي وصلي في كل صلاة. وهنا يأتي بعد ذلك كحمناء رضي الله عنها أرضاها أنها كانت تغتسل كل صلاة، يعني شوف كانت تجلس في مركن ويعلو الماء يعلوه الحمرة، فكانت تغتسل لكل صلاة إما بأمر النبي على ما ضعفه بعض العلماء ونقول بقوته، وإما والأمر يكون أمر استحباب وإما باجتهاد منها، لكن هو المطلوب من المرأة المستحاضة التي لا يتوقف عنها الدم أن تتحفظ تغسل عنها الدم تغسل المحل وتتحفظ ثم تتوضأ بعد دخول الوقت، وهكذا في كل صلاة أنها تدخل تتوضأ بعد كل دخول الوقت. لكن هنا الكلام لو قلنا لها ستتحفظ وتغير هذا معناها مكلف جدا بالنسبة لها، نقول هي مرة واحدة تفعل ذلك وتغسل المحل ثم تتوضأ بعد دخول الوقت في كل صلاة، والذي عليها أن تستمر بأنها تتوضأ بعد دخول الوقت تتوضأ لكل صلاة طبعا. ولذلك احنا قلنا يشق عليها، واصلا روح الشريعة انها لا تغتسل في كل صلاة، اغتسال في كل صلاة معناها قتل بالنسبة لها، يعني سيتشقق الجلد. لذلك هي المسألة ليست كذا، المسألة كما قلت كان الشهادة منها، فالصحيح انها تتوضأ لكل صلاة لكن بعد دخول الوقت، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. نعم، الفوائد المستنبطة من الاحاديث، سعة الشريعة ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت بها، سعة الشريعة. نعم، الرجوع إلى الفقيه، التفريق مهم جدا في مسألة اعتدال المسألة، هل هي مستحاضة أو حائضا لا يعلمها إلا العلماء. إذا ضاق الأمر التسع فإن مسألة اغتسال كل صلاة ليس أمرا من النبي، ولو قلنا أمر النبي كان على الاستحباب وليس على الوجوب، بل تتوضأ فقط لكل صلاة. عليكم السلام ورحمة الله. هل هناك في الشريعة الإسلامية ما يبيح النوم عن صلاة الصبح إلا لأن لديها ظروف خاصة جدا تزامن النوم متواصل، علما أن قيام صلاة الصبح تؤثر على الحالة النفسية باقي اليوم حتى وقت لا ليس لك في ذلك أي رخصة؟ لا، إلا إذا كان الطبيب كتب لك دواء، الطبيبة كتبت لك دواء وهذا الدواء رغما عنك ينيمك فتنامين عن الصلاة، لكن أن تتقصدي النوم عن صلاة الصبح هذا ما يجوز بحال الأحوال. ومن قال لك فذلك فهو مخطئ وليس بطبيب، بل هو جاهل في هذه الجزئية، عالم بغيرها لابد أن يبحث كثيرا حتى ينظر في هذا الباب. وإن كان الأمر منك أنت نفسيا فإن هذا تلبيس الإبليس عليك وتلبيس الشيطان عليك، وأنت تعرفين معنى أن تشرق عليك الشمس أنت ما صليتي، يموت المرء وربي ما يعيش، يموت ما أن الشمس أشرقت وما صلى الفجر، هذه مسألة عظيمة جدا. فإن كانت أنت ترين أن نفسيتك لا ترتحل بذلك فهذا أيضا تلبيس إبليس عليك. احرصي نامي من بعد العشاء، صلي العشاء ونامي إلى أن يعني يكون الكفاية في النوم وتستيقظين إلى الفجر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.